التواصل يستمر مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبحضراتكم، نجدد لكم الترحيب أيها الإخوة الأفاضل. هذا هو شوطنا، الشوط 20 ينطلق بعون من الله وبرعايته وتوفيقه وبالجهود المبذولة من رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وعلى رأس سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ونائبه ومدير عام اللجنة مبارك بن محمد البادي، وكذلك أعضاء اللجنة الذين حقيقة يقفون وراء هذه الانطلاقات السلسة في أرضية ميدان التحدي. نبدأ مشاهدين الكرام مع شوطنا 20، وهذا الشوط هو مخصص للقاية القعدان لأشواطنا العامة. نبدأ مشاهدين ومستمعين الكرام مع المركز الأول، ومن يتقدم غياث راشد بن خالد بن راشد بن مثيب المري، من يحتل المركز الأول مع غياث يليه على المركز الثاني، ومن يتقدم على مستوى المركز الثاني مهول لراشد بن فهد بن راشد النعيمي مع مهول مع المركز الثاني، من غير في هذه اللحظات وانتقل بدوره إلى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، ومن يحتل المركز الثاني أو المركز الثالث، من يحتل المركز الثالث أيها الإخوة، من يتقدم على مستوى المركز الثالث. شكرا لمخرجنا مع التواصل ومع نقل هذه الصورة لنكون وإياكم بالصوت والصورة لكل من يتابع. هذا من يحتل المركز الثالث شهلول لناصر بن علي بن حمد البريص المري، وعلى المركز الرابع من يحتل المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات على رابع المراكز، يتقدم مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. هذا هو مخلف لعلي بن سعد بن جابر النابت المري مع مخلف، وعلى المركز الخامس يتقدم هنا الكايد لجابر بن محمد بن ناصر آل بريد المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل لهذه المراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط. هذا هو مهول من يحتل المركز الأول، راشد بن فهد بن راشد النعيمي مع مهول مع المركز الأول ومع قيادة هذا الشوط. مهول هنا مشاهدينا الأفاضل يحتل الصدارة أيها الإخوة الأفاضل، ويبتعد عن بقية المراكز، يباعد المسافة. يا سلام، شوف المركز الثاني من يتقدم، شهلول ناصر بن علي بن حمد آل بريص المري من يحتل المركز الثاني، ولكن حصل دخول وتغيير من مخلف علي بن سعد بن جابر النابت المري، ولكن هنا على المركز الرابع من يتقدم على رابع المراكز. هنا سنيار تعود ملكيته لهجن التحدي. هنا من يحتل المركز الرابع والمركز الخامس، من يتواجد على خامس المراكز يتقدم هنا الكايد جابر بن محمد بن ناصر البريد المري. هذه النتيجة. نعود إلى مقدمة الشوط. هذا هو مهول من يحتل المركز الأول. مهول تعود ملكيته لمالكة راشد بن فهد بن راشد بن محمد النعيمي. مهول مع المركز الأول، ولكن شوف المركز الثالث اللي غير إلى المركز الثاني. من يتقدم هنا؟ مشغل عبد الهادي بن علي بن سعد بن عشير من يحتل المركز الثاني، ولكن نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط. مهول من يحتل المركز الأول. الله يا مهول هذا هو مهول مع الميتين متر الأخيرة يحتل الصدارة والناموس. تهانينا أيها الإخوة من هذا المكان لمالكة راشد بن فهد بن راشد النعيمي على هذا الأداء الجميل وعلى فوز مهول وتحقيقه بالمركز الأول بكل جدارة واستحقاق. هذا هو مهول، ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني يصل فيه مشغل لعبد الهادي بن علي بن عشير المري، أما المركز الثالث
يصل على المركز الثالث شلول لناصر بن علي بن حمد البريص المري. المركز الرابع يصل على المركز الرابع شاهين لمسفر بن عبد الله بن غنيم الدوسري. المركز الخامس يصل فيه سنجار لهجن التحدي. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعين الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول لمهول 5:59 جزئي من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مهول راشد بن فهد بن راشد النعيمي. أما المركز الثاني 5:01.3 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شهلول أو لمالك مشغل. نعم مالك مشغل من احتل المركز الثاني. عبد الهادي بن علي بن سعيد بن عشير ثاني له الناموس. المركز الثالث 6:02 من الثانية. هذا هو توقيت شلول. تهانينا لناصر بن علي بن حمد البريص المري. إذن أيها الإخوة